طيب غادي نشوفوا يا إخوة تسجيل آخر. باش تعرفوا أن المسألة من بلاد ضرب الصف. وتخيل انت بنادم كان غير مجلي الوقت كي دار الوراق شلط الألمانيا دار الوراق وتفطر الوسخ اللي نشرو تمام فيه انه استغلالي. وتخيل واحد استغل المراه من اجل الوراق. واحد كيقول كيفاش تستغل الناس من اجل المصالح ديالك الدنيويه واش عاد غيحن فيك انت ما يستغلكش. انا غنعطيكم هذا التسجيل هذا وانتم احكموا. الفيديوهات نتاعنا احنا اللادينيين اللي ما نخدموش مع المسيح تلقى الفيديوهات نتاعنا ما توزعش ياسر. اسمعوا هذا هشام منهزم فكريا هذا اللي قال لك نفرح بإبادة المسلمين. نسمعوا شنو كيقول على حامد على الصنم. تمام انا قلت الحاجات كويسه اللي فيه بقى هو مدلس على الاسلام ويجيب احاديث ضعيفه ومدلس عليه ويجيب حاجات اللي ليست فيه. تمام اول ما ظهر ورجع ظهر تاني عشان يؤكد كلامي. تمام هو ممول هو بتديله بيبص في جمعيات اللي هي بتاعه التبشير وتنصير الله في امريكا اللي بتاعه البروتستانت دي بتصوص حلوه يعني. سمعتوا يا اخوان هو اللي جاب تنصير الله في امريكا ظهر تاني عشان يؤكد كلامي. تمام هو ممول هو بتديله بيبص في جمعيات اللي هي بتاعه التبشير وتنصير الله في امريكا اللي بتاعه البروتستانت دي بتصوص حلوه يعني. تمام طلعت الصوره طلعت الفكره هذا اعترف منهم هذا الشخص هذا النيس نفس الشخص غيعترف يا اخوان انه كان اقترح عليه انه يضرب في الاسلام بحوالي 3000 دولار ولا 1000 دولار ما عقلتش بالضبط لكن عطاه 3000 ولا 1000 دولار علاش باش يضرب في الاسلام ورفض. اليوم ما بقاش ماشي غريب على المنطق ديال الكفار المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا كيعطيو الجوائز العظام باش يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نفس الشيء باقي الان تعطى الجوائز وتعطى الهبات علاش باش يشكو المسلم في الدين ديالو. كنت درت حوار مع احد الاخوه الذين اهتدوا وهذا الشخص كان دواء على القصه ديالو في المانيا وكيف ان المصادفه في بلوستيك في المانيا وكيف ان المنظمات كانت تعيده بالشهره في الاعلام برامج ستفتح لهم وبين اوراق الاقامه والمال علاش طعن في الإسلام. طيب شوفوا يا إخوة هذا الشخص شنو كيقول. اسمعوا مزيان باش تعرفوا الخطورة ديال هاد الناس على الوحدة الوطنية ديال البلدان الإسلامية والعربية. أنا مش عايز فلسطيني في المكان، أنا عايز إسرائيل تخلص على الفلسطينيين. شتي باش كنقول لكم الانهزام الفكري فين كيوصل؟ قال أنا عايز إسرائيل تخلص على الفلسطينيين. أنا مش عايز فلسطيني في المكان، أنا عايز إسرائيل تخلص على الفلسطينيين. أنا مش عايز فلسطيني في المكان، يعني هما المسلمين محتاجين اللي يطلع دين أبوهم. اسمعوا يا إخوة، شتي باش يقنعوك أن البلد اللي أنت عايش فيه والديانة اللي أنت عايش فيها هي ضد الحضارة والتخلف. هادشي اللي كيخرج لنا العهد خطورة الملاهي هذا العهد. قديما في البالتو كانوا كيصرحوا بهكا يا اخوه بشكل مباشر. كان ديك الساعه التسجيل ما كانش معروف بزاف وما كانش انفتاح على مواقع التواصل وهذا مما كنت اعيبه على الاخوان انذاك انهم ما كانوش منفتحين على مواقع التواصل الاخرى ونشر التسجيلات الاخرى وغير ذلك تسجيلاتهم فكانوا كياخذوا راحتهم لدرجه ان واحد السفيه من السفهاء قال ينبغي ان نقتحم منازل هؤلاء ونغتصب نساءهم المعركه معهم معركه عسكريه كما قال. عندما قلت لكم ان الانهزام الفكري أخطر من الانهزام العسكري. الانهزام العسكري يمكن أن يتدارك، الانهزام الفكري خطير. هذا شوف أنا واحد من الناس لو مثلا واحد متطرف من اليمين الأمريكي مثلا في الجيش الأمريكي أطلق قنابل ذرية ولا هيدروجينية على مكة والمدينة أنا هكون سعيد. سمعتوا يا إخوة فين وصلنا؟ أنا واحد من الناس هكون في غاية السعادة، ممكن أموت بعديها وأنا مستريح. سمعتوا يا إخوة وسمعتوا شنو كي عرفتوا الخطورة ديال هاد الناس هادو؟ لا جاب هذا راه لازم طبيعي لأنه كيشوف هذاك احسن منه احنا متخلفين متطرفين. البلد اللي انا عايش فيها مثلا كيقول لك البلد اللي انا عايش فيها هي فيها هذه المسائل هذه هذاك احسن مني. اذا علاش انا غنتبع لاهور؟ ثاني اخوه غادي نمشيو لواحد التسجيل نوريه لكم واحد الحوار مع الاخوه في التيك توك ومع احد الاشخاص اللي كان من الملاحده ما عرفش صراحه الحال ديالو دابا اللي خرج واعترف لهم بالتمويل. وهذا اخ هذا شخص معروف عندهم يعني ماشي شخص مجهول هذا معروف عندهم. جميل 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 هادو اللي كنتي نتايا كيعطيوك الشبهات وتيقول لك سير تخدم واش يكون مثلا واش مثلا لو حاورتي او ناقشتي شي واحد مشهور او معروف هذا ما غيكونش مكسب بالنسبه ليك انت كتاجر شبهات الكنيسه؟ غيكون انه الانسان سؤال جميل خويا انس انه واحد الانسان مشهور غادي تمشي ناقشو انايا يعني غيتزاد عليا انني انا نتشهر على ظهره هو ياك وغيتزادوا الفلوس يعني غتكون الفلوس يعني كاينه الفلوس شكرا. يعني انا السؤال اللي مطروح انا ديني على قد عقلي دابا مثلا تقدر انت كتاجر في بوات الكنيسه تخلص العاقه باش دير حوار مع شي شخص معين ما هو الغرض؟ انا السؤال ديالي علاش الطوموبيل ما كاينش المشكل واش انت اللي غتشريها ولا الشركه القادره؟
لا، الناس اللي كيخلصونا هما اللي يشريو لك طوموبيل باش انت تناقش. اذا باش توصل انت الغرض عندك به هو النقاش والهدايه، ولا شنو عندك انت غرض من النقاش ديال مثلا المشاهير؟ الغرض عندي انني نطرح عليه دوك الشبهات. اييه وطرحوا حتى على باش بينو باش تخلص عليهم. لا طرحوا حتى على بينو، ولا طرحوا على داتا، ولا على الاخ انس بن محمد. علاش انت تولي الشخص لا هو متابعين او معروف؟ علاش بالضبط؟ لانه باش الناس يقولوا انه هذا مشهور وما جاوبش على هاد الشبهات، يعني هذا الاسلام راه خطا. ولكن واخا يرد عليك ويجاوب عليك ما غتقول ما مرضش؟ لا غنقول انه ضعيف هذا الانسان. واخا يرد واخا يرد يعني واخا يعني انت مطلوب منك يعني الحشم عليه لازار. انا مطلوب مني انني نقول لي الشبهات توا الصغيران. واخا المهم انت داخل بالفكره. واش كما سمعتوا يا الاخوان، هذا الشخص كان معاهم وكان كيحاور، اعترف بالتمويل، ولا جيتو تشوفوا مؤخرا ولاو تنشرت واحد القضيه ديال ولاو كيحاوروا بالفلوس. يجيو مثلا دعاه واساتذه ويحاوروهم بالفلوس، 20 درهم 3000 درهم 1000 درهم. كل هذا علاش؟ باش يحاولوا يروجوا لراسهم بين المسلمين ويعطيو الشعبيه لراسهم. ان قديما ما كانش بحال هكا، قديما كان داك نشر الشبهات الكلاسيكي. الان ولا دخلت الفلوس شويه ديال الفلوس صحيحه، وهذا باعترافي، ماشي حنا جبنا شي حاجه من عندنا، بل باعترافي هؤلاء. خلصتي انايا؟ لانني انا كنت درت لهم واحد المشاكل. انايا نقدر ندير دابا لايف نهضر على هذا الشيء، نقدر نتخلص يعني 2000 درهم في السيمانه، يعني ماشي النهار، يعني سيمانه كامله غدير فيها، ماشي غير دابا. بمعنى انهم لا قطعوا عليك الخلاصه، تخرج يعني الوثائق وتخرج كل شيء وكذا 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 وتفضح كل شيء. هذا الشيء غير نقصوا لي وخرجت على الله. لا حيدوا لي الخلاصه، راه نجبد التصاور ديالهم، نجبد التصاور ديالهم وكنريكورديو. يعني انا بان لي وفاش قلبتو بحال راه وصلت للمرحله اللي بغيت، وليت كنتخلص، وليت كنتخلص يعني مش ثاني ماشي مبردع. وليتي كتخلص ما بقيتيش مبردع. اعترف ورقه بن نوفل، كنت مسلما على المذهب السلفي، كنت من اهل السنه والجماعه، وكنت امر من ازمه، وكنت يعني أمر يعني من أزمة مالية ضيقة. فجاء أحد ممثلي مشروع الكرزة، وأحد الأشخاص يعني يشتغل في الكنيسة البطرسية، وعرض علي مالا مقابل نشر الشبهات، شبهات الكنيسة.